نبدأ مع عمرو المناري هذه الجولة. عمرو، يعني الوضع مختلف، هناك تبادل في الاتهامات، يعني هناك الاتحاد وجوزيه بوريل بيقول بأن المجر تؤيد الحرب مع روسيا أو تؤيد الجانب الروسي، وعلى الصعيد الآخر وزير خارجيتها بيترو تحدث عن بيتر وزير خارجية المجر يتحدث عن فكرة أن هذه الأفعال من تغيير الأماكن هي صبيانية. ما الواقع لديك؟ نعم، الواقع هذا الواقع ربما يكون جديد على الاتحاد الأوروبي، لكن كان متوقعا. المجر هي الرئيسة الدولية الحالية الآن للاتحاد الأوروبي، ومنذ تسلم فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري هذه الرئاسة وهو تحرك على الفور تجاه روسيا وتجاه الصين، وأعلن أن هناك نوع من مبادرة السلام مع أوكرانيا أو بين أوكرانيا وروسيا، وأنه قال أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يدعم الحرب مع أوكرانيا، وهذا موقف معادي تماما ومختلف تماما عما ينهجه الاتحاد الأوروبي الذي يدعم أوكرانيا كامل الدعم، سواء على المستوى اللوجستي، على المستوى المالي، على المستوى الدفاعي، على مستوى الأسلحة، على كل الأصعدة. إذن هذا التوسع وهذا الانفتاح الذي فاجأ الاتحاد الأوروبي وفاجأ دول الاتحاد الأوروبي، ذهاب أوربان إلى موسكو ثم إلى بكين، هذا معناه أنه يتصرف بشكل براغماتي، بشكل شخصي، وهذا ما يرى أنه شيء مارق بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ومن ثم كانت أول الاجتماعات الرسمية التي يحضرها أعضاء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي هو اجتماع وزراء الخارجية، والذي طب يعني دعنا يعني عمرو أريد أن أعقب على الكلام، يعني قبل ما ننتقل لفكرة يعني ما القادم في الاتحاد الأوروبي بعد هذا الموضوع. أوربان، ذكرت زيارة أوربان لروسيا وأيضا للصين، كان المراقبون بيروا أن المجر قبل هذه الزيارة يعني التزمت الصمت فترة أو الاتزان في التصريحات، عند دخولها على الأرض فكر المحللون بأن سيكون هناك تغيير إيجابي في المعادلة، أن يكون هناك للمجر دور مختلف في إنهاء تلك الحرب. ما الذي غير وجهة نظر الاتحاد الأوروبي من التفاؤل المطلق بدخول المجر في اللعب إلى التشاؤم المطلق وإلى أن أصبحت على المقلب الآخر عدو؟ نعم، ربما القراءات المراقبين كانت مختلفة بعض الشيء، لأن المجر منذ بداية الحرب وهي لا تريد أن تكون داعمة لأوكرانيا، ومن ثم كان هناك شرطا حتى بجانب الاتحاد الأوروبي، شرطا على حلف شمال الأطلسي الناتو أن لا يكون هناك دور للمجر في دعم أوكرانيا ماديا أو عتادا أو أسلحة أو لوجستيا، ومن ثم تم الموافقة على رئاسة روتا لحلف شمال الأطلسي. هذه بالنسبة للناتو. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فيكتور أوربان كان مثل غصة في الحلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي منذ بداية هذه الحرب. هو دائما كان ما يعترض على أشياء كثيرة، وهو سبب في انقسام الداخل للاتحاد الأوروبي، لأن هناك بيانات كانت يجب أن تخرج بالإجماع الكامل للاتحاد الأوروبي، هو اعترض عليها، سواء خاص بالميزانية، سواء خاص بإدانة إسرائيل في أكثر من مرة من قبل الاتحاد الأوروبي. بيان أخير يوم الجمعة الماضي كان يصدره جوزيف بوريل مسؤول العلاقات الخارجية لإدانة موقف الكنيسة الإسرائيلية الذي أعلنه رفضه التام لإقامة دولة فلسطينية. المجر هي الوحيدة التي اعترضت على هذا البيان ولم تتفق معه، ومن ثم لم يخرج البيان. إذن هذه المعطيات. نعم عمرو، مختلفة. نعم، المجر مختلفة، ولكن هذا الموقف سنراه ميدانيا على الأرض.